معي من لندن زميلتي الصحفية في بي بي سي سماح حمدان. سماح، مرحبا بك. ماذا في تفاصيل هذه الأرقام؟ هل هذا يعني أن المجتمع وصل بالفعل إلى مرحلة مناعة القطيع؟ نعم، بداية تحية لك توني ولكافة المشاهدين. هذه الأرقام تعني توني أن نحو 90% من البالغين داخل المملكة المتحدة أصبحوا الآن لديهم ما يعرف بالمناعة الطبيعية بعد إصابتهم بالفيروس، لأنه أثبت علميا بأن أي شخص يصاب للمرة الأولى بفيروس معين، وهنا نتحدث عن فيروس كورونا، يحتاج جسده من أسبوعين إلى 3 أسابيع للبدء بتشكيل الأجسام المضادة التي للعلم تتكون من بروتينات داخل الدم، وتعرف هذه البروتينات باسم بروتينات البحث والتدمير، إشارة إلى الدور الذي تلعبه داخل الجسد، وهو دور البحث عن أي أجسام غريبة تدخل إليه بما فيها الفيروسات، ومن ثم تدميرها لتشكيل ما يعرف بالمناعة الطبيعية ضد ذلك الفيروس. ولكن أيضا الأبحاث العلمية أظهرت أن هذه الأجسام المضادة التي تشكل المناعة الطبيعية ضد عدوى فيروس كورونا تبدأ بأعدادها بالهبوط أو بالتناقص مع مرور الوقت، ولكن إلى مرحلة أن الاختبارات تصبح غير قادرة على الكشف عنها، ولكن ذلك لا يعني أن المناعة الطبيعية تزول. فالأبحاث أيضا أظهرت بأن الإنسان يصبح لديه مناعة طبيعية ضد فيروس كورونا بعد إصابته للمرة الأولى بنحو لمدة لا تقل عن 8 أشهر، وبعض الدراسات حتى ذهبت إلى القول بأنه يصبح لدى المصاب مناعة طبيعية تصل إلى سنوات. وهذا قد يقودنا إلى الحديث عن موضوع مناعة القطيع التي تحدث عنها في بداية الأزمة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. ولكن توني، كل هذا يتناقض مع ما نسمعه مؤخرا من الجهات الرسمية هنا في المملكة المتحدة التي تقول بأن هنالك ارتفاع كبير في أعداد المصابين بالفيروس مجددا، خاصة متحور دلتا، إلى أن يعني هذه التصريحات دفعت اللجنة العلمية إلى تحذير الحكومة البريطانية وعلى رأسها رئيس الوزراء بوريس جونسون، ومن أنه إذا استمر تزايد أعداد المصابين في المرحلة المقبلة فعلى الحكومة أن تكون مستعدة خلال 3 أسابيع من الآن لإعادة فرض الإجراءات المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا بما فيها فرض ارتداء الكمامات وغيرها. أيضا اللجنة العلمية تنبأت بأنه خلال الشهر المقبل شهر أغسطس قد تصل الأرقام أو أعداد المصابين بفيروس كورونا نحو 1000 إلى 2000 يوميا، وقد يتوفى منهم نحو 100 إلى 200 مصاب. شكرا جزيلا لك زميلتي سماح حمدان الصحفية في غرفة الأخبار. شكرا لك.